امي بابا وكارولين ليش جايين؟ ليش عم تنزلوا غراض مصطفى؟ نيفين جايين لياخذوا مصطفى لعندهم على البيت. وانتي شو جابك من وش الصبح؟ عندي مشوار ضروري. حطينا كل الاغراض بالسياره يا خانم. ماشي. يلا لازم ننزل مصطفى لعند امه. مع السلامة يا مصطفى، لا تنسانا. ماشي. مع السلامة يا مصطفى. هالولد مثل أخونا. هو أخونا أصلا. أعطية يا أنت جميلة، بصراحة أنا ما فيني. يلا روح حبيبي. لا 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 يا عمري، لا تبكي لا تبكي يا حبيبي لا تبكي. يلا خلص 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 خلص. بس 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 لا تبكي. يلا ماما تحت. يلا يلا لا تبكي يا حبيبي. خلص خلص خلص. ها لك يا ماما. خلص حبيبي خلص. يلا روحنا عند ماما. ماما مع السلامة يا حبيبي. يلا روح لعند ماما. خدي إنسان مر بحياتي أو شارك فيها أو دخل عليها صار جزء منها أكيد. لما أجا مصطفى لعنا غرت منه كتير ومرضت بسببه، حتى مرة من غير ما حدا يشوفني قرصته لما كان جنبي. بس بالحقيقة أنا حبيته كتير. كان دائما روحه البريئة والنظيفة تخفف عنا الألم والسواد يلي مخيم على حياتنا. لما كانت السيارة اللي أخذت مصطفى عم بتبعد، حسيت إنه مصطفى صار جزء من حياتي كمان. أمي، أبي، تيتي ومجد وإخواتي البنات، دكانجي الحارة وأستاذي وروجين ورفقاتي، فكرت وقتها إنه كل اللي دخلوا لحياتي، اللي أنا بحبهم واللي ما بحبهم، لولا وجودهم بحياتي ما في شي أحكيه. ودعته لمصطفى لما كانت السيارة أخذته على بيته، واليوم كمان كل اللي رح يتركوني أو رح يطلعوا من حياتي بدي ودعهم. ما بعرف إذا نسيت حدا، بس أكيد ما نسيت حدا. أهلا وسهلا ومع السلامة. تيتا رح أترك زهرة عندك. هاتي. أمي أنا بدي أروح.
لسه هلا وصلتي لوين بدك تروحي؟ في عندي شغل وراح اترك زهرة عند تيتي. شو هالشغل امي؟ لوين بدك تروحي؟ امي خليني اروح وبعدين بحكي لك. سلمى هي صاحبة القسم الأكبر.